ينضم إلينا الآن الدكتور وائل كريم، وهو خبير أو في الاقتصاد الدولي، خبير في الاقتصاد الدولي. إذن دكتور وائل، هذه الخطوة التي احتاجت من الحكومة الإسرائيلية أو من البنك الإسرائيلي 3 سنوات من العمل على إنجازها، كيف سوف تؤثر على أو تصب في صالح المواطن البسيط؟ طبعا بالضروره هذه خطوه جيده بل ممتازه، يمكن من خلالها طبعا رفع منسوب التنافسيه بين البنوك، بحيث يستطيع المواطن ان ينتقل من بنك الى اخر عن طريق يعني ان يملي استماره في الانترنت، ومن خلالها يتوجه الى البنك المضيف الذي من خلاله يستطيع ان يتلقى كل التعاملات البنكيه وتحويلها الى المكان الاخر، حتى على مستوى المدفوعات والشيكات وكل ما صدر في السابق يتحول بشكل مباشر إلى البنك الجديد أو الحساب الجديد في البنك الجديد. وهذه خطوة مباركة وجيدة جدا، ولكن الإشكالية الموجودة هي أن هناك قطاعات معينة في المجتمع وعلى رأسها المجتمع العربي بشكل خاص أن التنافسية فيه غير قائمة أصلا بالضرورة، وأن إمكانية الانتقال من بنك إلى آخر حتى الآن منوطة بالمعرفة الشخصية وبالعلاقة الشخصية ما بين الزبون وما بين البنك، بحيث أن البنك المستضيف لديه الخيار بأن يقبل عبور هذا الحساب إليه أو عدم قبول عبور هذا الحساب إليه، وبالتالي هناك مشكلة، هناك آلاف من العرب الذين هم في حالة فيها هم ممنوعون من فتح حساب أو أن البنوك لا ترضى فتح حسابات لهم، لأن في مرحلة معينة من حياتهم كانت هناك إشكالية معينة في تعاملاتهم. هذا من ناحية، من ناحية أخرى انظري يعني المستهجن في الموضوع أن البنوك نفسها هي التي تحدد إذا ما كان هناك أي إشكالية قانونية بين زبون وبين بنك، هذه الإشكالية ترصد في المعلومات الشخصية عن هذا الزبون، وبالتالي كل البنوك تعلم أن في الماضي كانت هناك إشكالية قانونية بين هذا الزبون وبين البنك، وبالتالي يتحول هذا الإنسان إلى من هو مرفوض لفتح حساب في البنوك. وهذا يعني مستهجن جدا، كيف يمكن للبنوك أن تتصرف بهذا التصرف؟ لا يوجد هناك منع من بنك إسرائيل يفرض على البنوك أن تستقبل زبائن، وهذا أمر مرفوض يعني حتى حسب القانون كل بنك ملزم بفتح حساب لأي زبون، ولكن من ينفذ هذا القانون من ناحية؟ ومن ناحية أخرى إذا ما فتح له حساب طبعاً هو يجني منه عمولات، ولكن لا يسمح له بالتعامل بهذا الحساب عن طريق يعني دفتر شيكات وتعاملات مصرفية عادية التي بحاجة إليها كل إنسان يريد أن يفتح مصنع. هناك إشكالية كبيرة في كل موضوع التصنيف الائتماني لكل هؤلاء الأشخاص، بحيث أنه معتمد اعتماد كبير على المعلومات الموجودة في البنك نفسه، ولا تعتمد إطلاقاً على تجربة هذا الشخص على مستوى فتح المصالح، على مستوى طاقته الإنتاجية، على مستوى إمكانياته المالية. كل هذه الأمور لا تدخل في حسابات البنوك، يكفي أن يكون هناك أي إشكالية بسيطة في التعامل ما بين هذا الشخص وما بين البنك في السابق كي يتحول هذا الإنسان إلى إنسان حياته صعبة لا يستطيع أن يفتح حساب بنك، وبالتالي طبعا لا يستطيع أن يبادر لإقامة مشروع. وهذه إشكالية بالدرجة الأولى. الإشكالية الأخرى هي موضوع القروض. أنت تعلمين أختي العزيزة بأن يعني موضوع القروض هناك إشكالية في المجتمع العربي، بحيث أن الكثيرون ممن يريدون فتح حسابات وفتح مصالح جديدة يصطدمون بحائط مسدود أمامهم بالبنوك، بحيث لا يريد البنك أن يعطيهم أي شيء حتى على مستوى القروض الميسرة وحتى غير الميسرة، وبالتالي هناك الكثير من المبادرين الذين يعني يخرجون إلى خارج حيز المبادرات الاقتصادية، وأنت تعلمين إلى أين يصلون إذا لم يكن هناك إمكانية. إذن هو تقدم ولكن لا يصب في حقيقة الأمر وفق ما تقوله دكتور كريم. هو يصب في حقيقة الأمر في زيادة نسبة التنافسية. نعم، ولكن هناك إشكاليات، هناك مشاكل موجودة عينية في مجتمعات معينة وخاصة في المجتمع العربي التي بحاجة إلى خطة إصلاح جذرية تستطيع أولاً يعني انظر إلى موضوع التنافسية بين البنوك. بنك إسرائيل الذي يقوم بمثل هذه الخطوة يصادق على دمج واندماج 3 بنوك في إسرائيل وتحويلهم إلى بنك واحد،
أين التنافسية؟ إذا ما نريد أن نقلل من عدد البنوك الموجودين في السوق، إذا التنافسية تقل بشكل ضروري، وبالتالي الإمكانية في المستقبل أن يكون هناك تنافسية بين هذه البنوك وبين نفسها. تحرر المواطن ليس بالأمر السهل. يوجد بنك أو اثنان يعملون في داخل المجتمع العربي، كيف يتنافس هؤلاء؟ هناك في القرى العربية غالب الأحيان في قرية هناك فرع لبنك واحد، كيف يتنافس وما من يتنافس؟ إذن أنت تقول بأن المواطن العربي بظروفه الخاصة لا يزال تحت قبضة هذه البنوك. شكرا جزيلا لك دكتور وائل كريم.